مثل العادي، لأنه الفطور هيئته قليل جدا. يعني لحد هسه صار في عنا 4 موجودين على المحاضرة. طيب مثل ما كنا عم نشتغل بالوورد، راح نكفي بنفس الطريقة على الإكسل. في شيء اثنين راح حطيت لكم اياهم انا على التيمز، راح فرجيكم اياهم. في الشيء اللي بعثت لكم اياهم تحت الكنال او شبكة الاكسل، شايفين الاكران عندي مش الحال؟ ايه شايفينه؟ اوكي، بعثت لكم انا الشيء الهودي اللي له علاقه بالاكسل، ديسكريبشن لمايكروسوفت اكسل. بعدين في عندنا اثنين في شيء مهمين هني، ليتي بي اتيديون 2021، هي ستان في شيء اكسل، هاي بنشتغل عليها ونطبق جواتها. وفي عندنا في شيء الثاني تي بي ان بتروا اكسل، هيدي بنقرا فيها الاشياء اللي لازم نعملها. واثنين في شيء كيف بدنا نعمل فلتر على الاكسل، وكيف نقدر نعمل تفكير اكزامبل. هذا براتيك الواحد يتعلم كيف يشتغل. نحن هلا راح نبلش بالشغل تبعنا من خلال اول فيشي اللي اسمه تي بي ان دي 3 اكسل 2021.doc. نحن وين عم نشتغل هلا؟ هلا فتحينا هاي الفيشي على شو؟ اي بروجرام؟ اذا بنطلع هون على البار بيديت، يعني بعدنا عم نشتغل على الوورد، واسم الفيشيه بيبين على اول بار بيديت فوق. الاكستنسيون هي دوت اكس. ولا شو بيقول لي هلا؟ الاشياء اللي بدي اطبقها انا بدي اقراها بهالفيشيه. عم بيقول لي بدك تفتح الفيشيه اللي تي بي اتيديون 2021 اكس ال اس اكس، هاي الفيشيه اكسل وبنستخدمها على طول هلا ونخلص الاكسل. هاي الفيشيه ديجا انا فتحت لكم اياها، هي هالفيشيه اكسل اسمها لي تي بي اتيديون 2021، وهذا الاسم البروجرام اللي عم نشتغل عليه نحن الاكسل. وهي الانفيرونمون اللي متواجدين فيه نحن هلا الاكسل اللي راح نشتغل هسه عليه. اول شغله قبل ما نفوت بالاكسل، انتي رابيل سور وورد، كل الاشياء اللي اخذناها بالوورد هلا راح نضلنا نستخدمها تقريبا هي ذاتها. مثلا كيف نعمل لونفمون، كيف نعمل سيف سيف اس، كيف نعمل كوبي بيس فورمات انتر، كلهم هودي اللي اخذناهم وتعلمناهم بالوورد. كمان بدنا نضلنا نستخدم جزء كبير منهم او دي موجودين بالاكسل، معناتها انه في اشياء كثيره هلا راح نمر عليها بسرعه لانه ديجا صرنا نعرفها. هلا بنبلش فعليا بالاكسل. سيكوا للوجيسيال اكسل، سيت ان بروجرام اكسلون بور اورجانيزي متر اون فورم et calculer des données numériques. Excel affiche les données dans des lignes et des colonnes délimitées par un quadrillage appelé feuille de calcul ou bien sheet. كمان هي Microsoft Excel بيسموه تابلور. يعني احنا بس نعمل لانسمون للاكسل دغري راح نشوف تعدلنا في تابل قدامي. احنا تعلمنا كيف بالوورد كيف نعمل انسيرسيون لتابل ونحدد النمبر دي كولون والنمبر دي ليني، ونقدر نغير بالتابلو مثل ما بدنا. وكل من هودي الاشياء اللي اخذناها بالنسبه للوورد راح نشوفهم انه موجودين بالاكسل وديجا بري تابلو عندي. دونك كرياسيون دو نوفو كلاسر او بوك. هلا راح نبلش انه وقت اللي كنا عم نشتغل على الوورد، شو اسم الفيشيات اللي نفتحها نحن على الوورد؟ اذا رجعنا هون على الوورد، هاي الوورد موجوده عندي هون تي بي ان دو 3 اكسل، هاي بنسميها الفيشية اللي عم نستخدمها على الوورد، بنسميها دوكيمون. اوكي، بينما اذا جيت على الاكسل انا الفيشية اللي عم بستخدمها انا هاي اللي اسمها تي بي اتيديون 2021
ألف شيء نفتحها على الإكسل بنسميها نحن كلاسر أو ورك بوك، يا كلاسر يا ورك بوك، أوكي؟ دونك إكسل إت أن لوجيسيال بيرميتون دو كريي دي في دي كالكول إي دي جرافيك. ملاحظين هلا إنه قاعد إنه عندي تابلو وفي عندي كولون وفي عندي ليني موجودين قدامي على الإكران. اي سي ان جراند تابلو وجاهز اكتب انا باي مكان اللي بدي اياه باي سلو ولا دونك شو في اعمل انا بالاكسل جو بو سيزير دي دوني دون لي سلو هاي سلو في اكتب فيها اكتب فيها تكست مثل ما كاتب انا تكست هوني في اكتب فيها بمحل حط دوني في بمحلات ثانية بدي ادخل فورمول هون بدي ادخل فورمول ماتيماتيك ليعمل لي الى كالكول دونك في اعمل اللي بدي اياه دونك ان كلاسور ورك بوك سي ان دوكيمون برودوي بار لي تابلور التابلور قلنا هو شو هو الاكسل il comporte plusieurs feuilles de calcul plusieurs feuilles de calcul ou bien sheet feuilles de calcul ou bien sheet هاي رح نسميها ورقه شيت يعني ورقه بس نحن هاي الورقة مثل إذا واحد عنده كلاسير دفتر وإله رصاص وجمع فيه عدد معين من الأوراق شو الفرق بين ورقة وورقة؟ راح نشوف إنه الفرق هي الكتابة المكتوبة على الورقة لو نحن هلا عندنا الكلاسير أو الورك بوك الفيشية تبعنا اللي بنشتغل فيها مقسمة لعدة أوراق ولكن ورقة مش إنه بالديمونسيون للورقة العادية تبعنا رح نشوف انه الديمونسيون تبعك سي انورم في عندي عدد هائل من الميرودلين وعندي عدد هائل من الكولوم هيدي معناتها انه انا في انا احط على نفس الورقه بنسميها صايم بنسميها ورقه او شيء ولكن في انا اقدر اكتب عده اوراق او بطبعهم انا فورما اكاثر ولكن هي التسميه تبعها بنسميها فايدي كالكيول او شيء Le tableau forme des lignes de colonnes à l'intersection desquelles se trouvent des cellules. Et là, nous avons les cellules qui nous avons entrées dans la maloune. Donc là, nous allons revenir à la PP1, 2, 3. Nous allons voir l'environnement. Donc, la première chose, parce que nous allons lancement de l'Excel. L'Excel va y avoir un fichier qui s'appelle Workbook. بالفرنسي بنسميها كلاسير والاكستنسيون للفيشيه هي اكس ال اس اكس بس بينما بالوورد الاكستنسيون هي كانت دوك كوم دوكيمون ولا هاودي اشياء لازم يعرفهم الواحد اول شيء رح نتعرف على الانفيرونمون دو اكسل الانفيرونمون للاكسل رح نشوفها هلا هاي صوره عن الاكسل اول شغله عندنا البار دو تيتر بيعطيني اسم الفايل او الكلاسر اسم البروجرام اللي عم بستخدم عليه هو الاكسل بعدين على اليمين في عندي دي بوتون سيستم هودي لحتى اقدر انا اتحكم بالويندو بالفناتر تبعي وعندي الكويك اكسس تول بار اللي شفناها بالوورد دونك هودي هم ذاتهم بعدين في عندي ثاني سطر البار دو مينيو هاودي اللي فعليا بيتغيرون من لوجيسيال لوجيسيال كل منيو فيها مجموعه من الكوموند كل ما انتقل على وحده بلاقي في عندي مجموعه ثانيه من الكوموند اوكي نحن هاودي اكثر شيء بنستخدم البون واذا بدي اعمل سيف سيف اس بروح على المنيو فايل ولا هاودي ديجا نحن شايفينه بالوورد هون لازم نضلنا نستخدمه تحت البار دي منيو في عندكم الريبون هذا الريبون اللي فيه الكوموند او مقسم لبليزيور جروب دونك ديجا هاولي راح يختلفوا نحن ولكن في شيء كوما مثلا مثل الكوبي كات الفيس فورمات بينتر كيبورد موجوده الفونت والالينيمون كانوا موجودين ب بالوورد دونك راح يضلوا موجودين عندنا هون اللي اقدر انا احدد كيف بدي اكتب جواته وفي عندي عده الجروب وخاصة الجروب اديتنج اخر شيء كيف اعمل هون سيلكت كيف اعمل راح نشوف هودي التفصيل تبعهم. دونك في اشياء كما بالنسبة لل
للاوفرال موديل اكسل. دونك راح نبلش هلا بروبر موندي نشتغل شوي بالاكسل. يلا راح نروح على لهون. دونك راح نروح هلا على شيء تحت ملاحظين تحت عندي هون مكتوب ديفينيسيون هون تي بي زيرو. اذا كبست على تي بي زيرو لاحظ انه في شيء ثاني تغير قدامي. على البريمير تي بي لاحظنا في شيء ثالث. دونك هون مكتوبين تحت هون هون هودي اللي بنسميهم الفايده كالكيو. دونك انا الفيشي الكلاسور تبعي لي تي بي تي دي حاطط فيه انا بليزيور فايده كالكيو، كل فاي حاطط فيها دومين لحتى نقدر نعمل ابلكاسيون عليها. اذا في تور وابوان معناتها بعد في شيء عندي سويفون ولا كلهم هودي في يروح للاخر انا لحتى اوصل لشو شو في عندي اخر شيء. دونك في عندي مجموعه كبيره من شو من الفايده دومين او شيت. ولا راح نبلش بالبلوس اللي هون. اذا كبست على البلوس هذه اللي هون لاحظوا تعطيني تكتب لي تحت نيو شيت. اذا بدي اعمل انسيرسيون لشيت جديده ورقه جديده ولا هاي الورقه جديده اعطاها اسم شيت ا ووقف لي بهيدي السلوله اللي هون. دونك راح نشوف نحن في عندنا هلا بار جديده خاصه بالاكسل غير البار دي مينيو والريبون. في عنا بار هون اسمها لبار دي فورميلا فورميلا بار. وبتبلش الفورميلا بار باول كاز هون هاي بتعطيني ريفرنس للسلول اللي واقف فيها. دونك هيدي كل سلول موجوده على كولون على انترسكشن دي كولون اي دي لين موجوده على الا ا. بتطلع هون بلاقي شو الريفرنس تبعها كلمه ريفرنس انه شو اسم الكولون وشو النيميرو دي لين تبعها. إذا بيجي لهون على هاي السلول بتطلع على طول هون بلاقي الريفرنس تبعها، وإذا ما بدي بتطلع شو الكولون اللي مبين قاعد إنه أنا سيليكسيوني واللين اللي أنا واقف عليها، هي هاي السلول شو الريفرنس تبعها؟ بتطلع هون إيه وي. أوكي؟ دونك هيدي الورقة إذا بيجي أنا بشوف هون باخذ بالسكرول بار تحت بلاحظ إنه في عندي عدد كبير من شو؟ من الكولون. لايك صرنا بالكولون اللي اسمه ايكا بلشنا ار بي سي اكسترا. اذا بكبس على السلول اللي هون بتطلع الريفرنس تبعها قد ايه ايكا 15. طيب اذا بنزل هلا انا بالنسبه لليني في عندي عدد كبير كمان من الليني. عشان هيك بقول لكم انه صحيح هي اسمها فايده كالكيول او شيء ولكن فعليا هي شو؟ هي ورقه كثير كبيره. مثلا هيدي السلول شو الريفرنس تبعها؟ بتطلع هون ايكا 149 ولا. طيب كيف بدي ارجع انا هلا على السلول ا ا؟ بدل ما اجي استخدم سكرول بار الموجود عندي هون وهون في ارجع لهون وقف الكرسير هون واكتب الريفرنس للسلول انا بدي اياها قول له خذني على ا ا اوتوماتيكمون لوين بيرجع لي؟ على السلول ا ا. دونك انا في استخدم هاي البار اللي سميناها هي السطر اللي هون اللي سميناه شو؟ فورمولا بار او بار دي فورمولا. بس بعض الاحيان يمكن هاي فورمولا بار مش مبينه عندي. اذا مش مبينه عندي بدي اروح على المنيو فيو. بالمنيو فيو ديجا شفناها نحن بالوورد ولكن هون بالاكسل في عندي اشياء ثانيه. في طريقه عرض المعلومات المتواجده عندي نورمال باج بريفيو كيف بدي اشوف المعلومات بطريقه ثانيه. طيب اذا جيت اخذت البارسيال ولا تتغير لاحظوا هون شو صار عندي؟ راح انه هاي التابلو اللي انا حاطه هاي التري اللي هون اللي بالنص عم بتقول لي انه هاي التابلو مش راح يطلع على ورقه وحده اذا طبعته راح يطلع هاي على ورقه وهي على ورقه ثانيه ولا. اذا بيجي بكبس على الباج لاي اوت لاحظوا بتبين بشكل الباج هذه صفحه وهذه صفحه ثانيه وموجودين عندي هودي المود دفي شاج موجودين عندي على الاكرون تحت على البار ديستب اخر سطر بالفيشيه هون. وفي عندي زياده شو؟ الزوم. الزوم يا بتحكم فيها من هون يا بتحكم فيها منين؟ من المنيو فيو موجوده قدامي هون. بدي اعملها 100% بعملها 100%. بدي غير الزوم في اختار الزوم اللي انا بدي اياها من هون او اكتب البلر اللي بدي اياه. ماشي؟ لو هيدي بالنسبه لشو؟
للزوم والبايت. نحن نشتغل بالنورمال هلا عادة طريقة عرض المعلومات بالنورمال. بعدها في عنا أول شغلة بنتعلمها إنه إذا الفورميلا بار مش موجودة عندي في أكبس هون على هاي هلا لاحظوا راحت الفورميلا بار. إذا بكبس عليها هاي دي بحط عليهم في الكوش بتقول تبين الفورميلا بار. دونك كيف أنا مونتري يكشي الفورميلا بار عرفناها وين. إذا بدي أنا أشيل الهيدينج يعني أسماء الكولون هلا كل كولون له حرف أ ب س أو حرفين وفي عنا النيميرو دي ليني اندر تروار كات كمان في اخفي هون وفي انا بينهم من خلال هيدي كمان الجري هون الخطوط فيرتيكال وهوريزونتال هون بيعطوني الجري ها مثل الشبكه لحتى تقدر انا احدد شو وين حدود السلول. كمان هاي الجري في شيء لانا ولكن السلول بيضلوا موجودين عندي انا هاي السلول موجوده بس انا وقت بحط الجري بصير افضل علي بقدر حدد شوف الحدود السلول بس وقت البطبع انا هذا الجري ما بيطلعوا على الورقه. اذا بدي يطلع انا شيء على الورقه بدي احط له كادر مثل ما حاطط هون كادر. اوكي نحن هلا راح نشوف انه كل ورقه هي عباره عن شو بليزير كولون بليزير ليني وفي اكتب باي مكان اللي بدي اياه يا بكتب تكست يا بكتب نمبر او راح اتعلم كيف اكتب فورميل هلا مثل هاي الفورميل اللي هون ساسيتين فورميل وهاي الفورميل بيعمل لها ايفالويشن الاكسل وبيطلع لي النتيجه تبعها. اوكي هسه لنبلش هلا بشويه ابلكيشن عم بيقول لي هلا بنروح على تيبي الشيت اللي اسمه تيبي زيرو راح نروح على الشيت اللي اسمه تيبي زيرو ولا وين تبي زيرو مش مبيني هون في عندي هاو اثنين فلاش اللي هون تيجي ظلني كبس عليهم تيجي مثل السكرول بار ووصل للتبي زيرو ولا كبست التبي زيرو. شو بدي اعمل انا بالتبي زيرو؟ عم بيقول لي بدنا نقرا اكتب لي بالسلول اسمها بي 1 400 وبالبي 2 حط لي 400 وحده 600 والثاني 400. روح على الاكسل بالبي 1 عم بيقول لي اكتب لي 600 بدي هلا تنتبهوا لي انا وعم بكتب شو عم بيصير هون بالفورمولا بار. انا عم بكتب 600 لاحظوا شو اللي عم بكتبه بالسلول عم يبين دغري وين بالفورمولا بار وهي 600 يا بعمل انتر يا بكبس هاي العلامه الانتر اللي هون واثنيناتهم بيعطوا نفس الاكل ولا صار عندي 600 بالسلول اسمها بي 1. طيب ملاحظين هلا انه هاي السلول مبينه اكبر من السلول اللي تحتها من الليني الهوتير لهيدي الليني. لو نحن هلا في امكانيه مثل ما كنا عم نستخدم الوورد انه الهوتير للسلول اقدر انا اكبرها، كيف بدي اكبرها؟ بجيب لي بوينتر بين الارقام للليني وفي زغره وفي كبر الوحده اللي بدي اياها ولا في انا كبر اللي بدي اياها ونفس الشيء بالنسبه لشو؟ بالنسبه للكولون بس جيب لي بوينتر بين اثنين كولون بتلاحظوا شو بيعطيني؟ يا بكبرها يا بصغرها مثل ما بدي. ولكن الافونتاج تبعها هلا بالاكسل انه بقيه الكولون ما بيتغيروا وفي امكانيه كمان اذا بدي عندي كولون هون الـ بدي اعمل له سبريسيون بعمل كليك على الاسم تبعه وبيجي هلا على المنيو هون وفي عندي هلا ديليت بختار ديليت شو؟ ديليت سيلز. اذا عملت ديليت سيلز على الكولون اللي انا عامله هذا كله سوا ولا قرب لي هون لهون وعاد عمل نوع من اعاده تسميه A B C D E F ولا دونك لحتى ارجع الشيء اللي عملته انا بذكركم انه في عندكم كنترول زين او اندو ولا لحتى يضلوا بنفس الفورم اللي انا عامله. دونك الشيء اللي اخذناه بالوورد في جزء كبير راح نضلنا دايرين بالنا ليه ونستخدمه. دونك كيف انا اعرض الكولون
او صغر الارجل تبعه، كيف كبر الهوتير لليني، هيدي بترجع يكون هلا مثل ما بدك. طيب نيجي هلا على سلول بي 2، عم بيقول لي اكتب فيها كاترسون. ولا انا عم بكتب الشغله هون، بس اكبس على سلول ببين الكونتوني تبعها بالفورمولا بار، وعلى الشمال بتعطيني ريفرنس للسلول اللي انا واقف فيها، هاي السلول اكتيف. اوكي اللي عم بشتغل فيها. طيب تعلمنا هلا انه بالاكسل شو فينا نعمل؟ فينا ندخل هلا فالور نيميري. عم بيقول لي هلا بالسلول بي 3 اكتب لي 600 بلس 400 بالسلول اللي تحتها. يلا راح نكتب 600 بلس 400. ملاحظين انه شو ما بكتب انا هنا بالسلول عم يبين فوق هون بالفورميلا بار ولا لا؟ ولا. طيب بينما ما عملت الشيء 600 بلس 400 ضلت هي ذاتها. ها؟ هي الرقم اللي اسا انا كتبته هون، شو برايكم هذا الرقم؟ هل هو رقم ولا هل هو تكست؟ شو برايكم هذا 600 بلس 400؟ عاد زادوا الشباب، صرنا 8. نعم في حضور. ولا طيب 600 بلس 400 شو هو هالرقم؟ ما حدا رد علي. هل هو فالور نيميريك ولا مجموعة كاركتير هذا؟ بس لو رقم هذا كان عمل له الاديسيون. بس 600 بلس لانه 600 اوكي، بس حطيت بلس بيناتهم، هاي بلس هي كاركتير، فالاكسل حول كل الكونتينيو للسلول لكاركتير، يعني ما في استخدمها بشيء ثاني. طيب شو عم بيقول لي بعدين هلا؟ حط بالسلول بي 4 اكتب لي تحتها ايجال 600 بلس 400. ولا راح نبلش هلا بايجال ونكتب 600 بلس 400 ونعمل انتر. شو طلع هلا محلها؟ طلع محل ميل. طيب اذا بكبس على هاي السلول القصمى بي 4، لاحظوا جوات السلول مبين في مكتوب ميل، بس بالبار دي فورمول شو مكتوب عندي؟ مكتوب ايجال 600 بلس 400. دونك 600 بلس 400 قديش النتيجه تبعها؟ هي ميل. دونك الفرق بينه وبين السلول اللي قبلها، انه السلول اللي قبلها كنت كاتب انا 600 بلس 400 ضلت مثل ما هي ما عمل اي شيء. شو الفرق بين هاي وبين السلول اللي تحتها؟ حطينا ايجال اول شيء. دونك هلا اذا انا بدي اطلب من الاكسل يعمل لي كالكول لفورمول ماتيماتيك، لازم الفورمول تبلش بشو؟ بايجال. اذا ما حطيت ايجال مثل ما بكتبها انا بتضلها مثل ما كتبت هيدي، بينما اذا بدي اكتب فورمول بلشها بايجال وبكتب الفورمول اللي بدي اياها. دونك الفورمول اول وحده تعلمناها انه فينا نعمل اديسيون لاثنين فالور، والاديسيون هي البلس. عم بقول له اجمع لي 600 جمع 400، هذه عم بجمع كونستانت. طيب هلا راح نشوف انه اهميه الاكسل انه مش بس انا اجمع كونستانت، في انا اكتب فورمول وقول له روح جيب لي فالور من سلول محدده. عم بيقول لك بالبي 5 هلا حط لي ايجال بي 1 بلس بي 2. ولا راح نروح على السلول بي 5، هاي البي 5 اللي هون، وراح نكتب ايجال بي 1 بلس بي 2 ونعمل انتر. ولا شو عطتني كمان هيدي؟ برجع عليها بعمل كليك، جواتها فيها ميل، بس شو الفورمولا اللي عطتني ميل؟ هي البي 1 بلس بي 2. شو يعني معناتها هاي الفورمولا بي 1 بلس بي 2؟ يعني كاركتر الان كاركتر دو. لا البي ان هي السلول، هيدي البي ان فيها 600، مش هاي البي ان اللي هون؟ لاحظوا الريفرنس تبع بي ان،
والسلولي هون شو اسمه بدو. يعني انا بالفورمول اللي تحت اقول له اعمل لي كالكيول فورمول، روح جيب لي الفالور بالبيئه، اي جيب الفالور الموجود بالبيئه اللي ايه شو بدك يقولنا، جيب لي الفالور الموجود بالبي 1 بلس الفالور الموجود بالبي 2. شو في بالبي 1 600 وشو في بالبي 2 400، ام جمع الفالور بي 1 بلس بي 2 اعطتني 100. اذا برجع انا هون اسا على البي 1 وبغير هلا محل ال 600 حط 100، لاحظوا شو بصير عندي تحت هون، صارت 500. ليش صارت 500؟ عشان غيرنا بالبيئة، غيرنا بالبيئة. ما انا كاتب له الفورمول هون شو في بالبيئة، زيدوا على البي 2. دونك بالبيئة في 100 وبالبي 2 في 500 في 400، عطتني شو 500. دونك اهمية الاكسل هاي اللي حابب نشوفها، انه في اكتب انا تكست ما كاتب هون، في اكتب فالور نيميريك كونستان، في اكتب فورمول بشكل بتعمل اجمع لي 600 بلس 400 بتضلها هي ذاتها، وفي اكتب فورمول وهالفورمول بدي استخدم فيها ريفرنس لسلول. هاي اهمية الاكسل. وشو ما بغير انا بهودي اللي هون عندي، يجي حط مثلا هون كمان في عندي 120، بس غير بالبي 2 اوتوماتيكمون بتتغير. وين مستخدم انا فورمول فيها البي 1 والبي 2، بس غير هون وين بيتغير بالفورمول اللي انا مستخدم فيها البي 1 والبي 2. دونك في اكتب انا فورمول مثل ما بدي، يا بدخل فيها كونستانت مثل هاي، يا بدخل فيها ريفرنس للسلول وهي هاي الاهم، وبعدين هالفورمول اوتوماتيكمون شو بصير فيها؟ بتعطيني الفالور الموجود هون حسب الفالور كونتوني بهالسلول. اذا برجع هلا برجع 600 هون مثل ما كانوا وتحت 400 اوتوماتيكمون بترجع قديه هيدي؟ 1000. ليه؟ لانه بي 1 بلس بي 2 بتساوي 1000، بينما الميل اللي هون ما تاثرت. شو ما غيرت هون ما تاثرت، ليه؟ لانه ناتجي من شو؟ عم بقول له اجمع لي 600 بلس 400، ما لها علاقه بسلول ثاني. ماشي؟ ولا هلا بدنا نروح على السلول سي 5 تبي بي 1 بلس بي 2 دون سي 5، مش بالبي 5 بالسي 5. يلا راح نروح على السي 5. وين هي هاي الكاتب؟ هاي السي 5. ما نحط بي 1 وبلس شو؟ بي 2. ولا شو صار فيها هيدي؟ عملت شيء؟ لا لا نحط قبل ايجال، لانه انا هون عم بكتب تكست عادي، عم بكتب مثل هاي التكست اللي هون بي 1 بلس بي 2، ولكن مش هقول له روح على السلول بي 1 واجمع لي اياها. اذا بدي اجمعهم شو بعمل؟ بدي احط قدامها بي 1، بدي احط قدامهم ايجال. طيب كيف بدي احط ايجال اذا في عندي شيء كاتبه بسلول انا وبدي اغير فيه؟ طريقه التغيير، اول شغله بعمل كليك على السلول، ببين الكونتينيو تبعها بالفورمولا بار، في وقف الكرسر بالفورمولا بار وحط ايجال او محي اللي بدي اياها، مثلا زيد عليها مثلا فوق بلس بلس 20. فوالا عطتني هلا فالور. منين اجى هاي الفالور؟ لا اعرف منين اجى، شو لازم اعمل؟ بدي اكبس على السلول كليك مره واحده او دبل كليك. هسه بس اعمل دبل كليك، لاحظوا راح اعيد الاوبراسيون، راح اعمل دبل كليك. بس اعمل دبل كليك جوات السلول، بلاحظ انه الكيسير وقفت جوات السلول ولا لا؟ ولا في انا حركه دونك بس توقف الكرسور جوات السلول، في انا اضيف الاشياء اللي بدي اياها، في اعمل موديفيكاسيون. دونك يا بوقف الكرسور جوات السلول وبمحي مثلا الشيء اللي بدي اياه، بدي وحي الايجال بنقولها من خلال السوري للايجال وبمحيها، وبعدين يا بعمل انتر يا بكبس هاي الانتر اللي هون من خلال السوري.
دونك صار في عندي طريقتين هلا لحتى اقدر اغير بالكونتينيو لشو للسلول. يا بعمل كليك على السلول اللي انا واقف فيها وبوقف الكرسر بالبار دي فورمول وساعتها بعمل الموديفيكاسيون اللي بدي اياه، او بوقف بعمل دبل كليك وساعتها بوقف الكرسر جوة السلول وبقدر اغير بالكونتينيو تبعه. اوكي ماشي ولا هاي الموديفيكاسيون. طيب بعدين عم بيقول لي حط اللي بالسلول بي 6 بي 1 فوا بي 2 والبي 7 بي 1 موان بي 2 وبالوي 8 بي 1 ديفيزي بار بي 2. راح نروح على الاكسل هلا ونشوف شو بدنا نعمل. دونك هون عملنا الاديسيون اللي تحتها نحط ايجال، بس بدي اعلمكم شغله من الاول. لاحظوا هلا بس اكتب ايجال حتى مش بحاجه اكتب انا الريفرنس للسلول اللي بدي استخدمها. دونك بكتب ايجال اول شيء بيفهم الاكسل انه انا عم بكتب فورمول، بس كون بهالشكل هذا بمجرد ما اروح اكبس على السلول هاي اللي هون بي 1 فبيقوم بحط لي الريفرنس تبعها هون، يعني ما عادش بحاجه حتى اكتبها انا للسلول، بدل ما اكتبها على الكيبورد تبعي على الكلافيه بحط ايجال وبروح بكبس على بعمل كليك على السلول اللي انا بدي اياه حط الريفرنس تبعها وبقول له هلا بي 1 بما انه الفوا لازم اكتبها بكتب فوا. فوا شو؟ السلول الثاني اسمها بي 2 وبعمل انتر من خلالها. فوالا ديجا هلا صرت في استخدم اكثر سوري. منين اجت هاي الفالور اللي هون 240,000؟ اجت منين؟ مش من هاي الفورمول؟ فوالا. طيب لنرجع هلا على السلول اللي تحتها بلش ايجال وبقول له اعمل لي بي 1 ناقص شو؟ بفوز على السلول الثاني بي 2 وبعمل انتر طلعت الفالور ديسون اجت بي 1 بي 2. هلا بدي احط ايجال وكمان اقول له اسم لي بي 1 ديفيزي هي علامه السلاش اسم لي اياها على شو؟ على البي 2 ولا. طيب سؤال هلا بما انه هلا صار كلهم فيهم فالور هودي السلول، هل في اعرف انا منين اجت هيدي الفالور الموجوده بالسلول؟ هل انا دخلتها مثل ما هي مثلا هون 200؟ هل انا دخلت 200 ولا في فورمول ورا هيدي السلول هي اللي اعطتني 200؟ شو لازم اعمل لحتى اعرف؟ هل بالنظر في اعرف انا شيء هيك بس اطلع فيها؟ بكبس على السلول كليك مره واحده انا شايف 200 بالسلول، بس بتطلع بالفورمولا بار اذا في فورمول معناتها هاي الفورمول هي اللي اعطتني شو الفالور. اذا بيجي بكبس على ال 600 اللي هون هل في فورمول ولا نفس الفالور الموجود بالسلول؟ نفس الفالور. اذا نفس الفالور معناتها انا ستين كونستانت انا مدخلها كونستانت، بينما هون لاحظوا هاي الميل اللي هون هي فيها 600 بلس 400. طيب الميل اللي تحتها لا ايجال بي 1 بلس بي 2 غير هاي، هاي عم بقول له اجمع الاثنين كونستانت، بس هاي هي شو في بالبي 1 وبالبي 2. اوكي طيب اذا جيت انا هلا هون هاي ال 600 اللي هون قمت نحيتها كليك مره واحده عملت ديليت عليها، بس اعمل ديليت دغري بتمحي كل شيء. طيب شو صار عندي هلا؟ في شيء تغير هون هون صار في زيرو. منين ليش تغير زيرو؟ هات نشوف شو مكتوب هون حتى طلع زيرو. شو الفورمول؟ بي 1 فوا شو؟ بي 2. شو في بالبي 1؟ في شيء فالور؟ لا ما في فالور. طيب نحن هلا بننتبه انه الاكسل اذا انا عم بستخدم بفورمول ريفرنس لسلول وهي السلول فيد ما حطيت فيها انا فالور، الاكسل بيعتبر انه الفالور الموجود بها السلول شو هو؟ هو الفالور نول، بيعتبرها زيرو. اوكي؟ دونك انا هون استخدمت قلت له روح جيب لي شو في بالبي 1 واضربه بالبي 2، بما انه البي 1 ما فيها شيء اعتبرها شو؟ زيرو. زيرو فوا 400 شو عمل؟ اعطاني اياه. اذا برجع بحط هلا هون 600 مثل ما كان سابقا، لاحظوا محل الزيرو رح يتغير، صار في عندي فالور كثير كبير. اوكي؟ طيب اللي تحت دونك عرفنا هلا الاديسيون هي البلس، المولتيبليكاسيون هي الاتوال،
السوستراكسيون هي الموا العادية، وآخر شيء ديفيزيون هي سلاش. طيب إذا جينا هلأ نحن على الكاترسون اللي هون وقمنا محيناها لهالفالور، شو بيصير عندي هلأ؟ لاحظوا شو صار عندي هون بالسليول اللي تحت هون، عطتني مساج. شو هذا المساج؟ نحن بصير نعرفه ليه المساج، لأنه ممكن يطلع معنا على طول. عم بيقول لي دياز رقم المساج، وهي بنقراها ديف. كأنه عم بيقول لي عم تعمل ديفيزيون بار زيرو، ديف باي زيرو. عم تعمل ديفيزيون بار زيرو. هسا بتطلع شو الفورمولا اللي كتبها أنا؟ إيجال بي أ ديفيزي شو؟ بار بي دو. شو في بالبي دو؟ طلعوا فيها شيء سلول بي دو؟ ما فيها شيء. ونحن بعدنا عم نقول انه اكسل اذا استخدمنا سلول ومش حاطين فيها فالير، شو بيعتبر الفالير تبعها؟ مش زيرو. دونك هون عم بقسم على بي دو، وبي دو ما فيهاش اي شغله. دونك معناته انا شو؟ عم بيقول لي اتونسيون، انت عم تقسم بزيرو لانه في عندك سلول عم تقسم عليها ومش حاط فيها فالير. اذا رجعنا وحطينا الفالير اللي كان موجود فيها او اي فالير كان، ولا بيضل يعطيني هالمساج؟ لا، عمل لي بي اف و ديفيزي بار بي دو، اعطاني هيدي الفالور. طيب نحن هلا تعلمنا كيف نكتب كونستانت، كيف نكتب تكست مثل هون، او نكتب تكست مثل هيدي او تحت. كلهم هودي فينا نكتبه مثل ما بدنا نحن، تكست عادي. بس اهميه الاكسل انه انا اقدر اكتب فورميل. طيب كيف بدي اكتب فورميل؟ بشو بتبلش الفورميل؟ بايجال. بايجال. بعدين شو في استخدم لحتى اعمل فورميل؟ عاد اقول له هلا روح اعمل لي شوف لي شو في بالاا، بكبس عليها بلس الاديسيون، اجمع لي اياها شو في عندي بالسليل اللي اسمها بي ا. بعدين اضرب لي اياها من خلال اوبيراتور فوا، اضرب لي بيها بار 25 وعود نقص منها السليل الموجوده هاي اللي هون بي 4، وعود اقسم لي اياها على السليل الموجودة هون اسمها بي 2. دونك كلهم هودي، واخر شيء بدي اقول له زد لي عليها 90 ولا. دونك انا صرت فيي اكتب اي فورمولا اللي بدي اياها ولا لا؟ من خلال اي اوبيراتور. دونك اول شيء الفورمولا ببلش بايجال، بعدين بدي استخدم لو بلوس لو فوا لو موا والديفيزيون، وفي امكانيه كمان شو اعمل؟ اذا انا بدي صلح اهم شغله انه انا فيي اعمل بارانتيز، حط بارانتيز مطرح ما بدي. اذا جيت حطيت بارانتيز هون ولا راح تتغير النتيجه الفورمولا، مظبوط؟ دونك هودي الاوبيراتور فيي استخدمهم مع البارانتيز. دونك صرت قادر انا اكتب اي فورمولا اللي بدي اياها جوات الاكسل. دونك هي اهميه الاكسل. اذا فهمنا هالاكسرسايز الصغير معناتها صرنا فينا نعمل التابلو اللي بدنا اياه. دونك عم بيقول لي هلا اعمل اوبيراسيون ثاني، كوبي لا سيلول بي 4 دون دي 4. شو في عندي بالسيلول بي 4؟ وكوبي لا سيلول بي 5 دون دي 5. يلا راح نروح على البي 4 والبي 5. بالبي 4 هاي هي البي 4، شو مكتوب عندي انا؟ مكتوب ايجال 600 بلس 400. راح اعمل لها كوبي، هودي الكوبي بنعرفهم، ما بيقول لي حطها هون، بعمل بيست ولا لاحظتوا انه صار في بوانتيه اوتور لهي السلول اللي عملت لها كوبي، لتروح لبوانتيه بعمل دبل كليك احي الله سلول ولا. طيب ليش طلع عندي ميل هون؟ بكبس عليها وبلاقي انه عمل كوبي للفورميلا اللي كانت هون هي ذاتها، بينما هلا على السلول اللي تحتها شو الفورمولا المكتوبه عندي هون؟ بي ا بلس بي 2، راح اعمل لها كوبي واجا وقفها انا هون بالسلول اسمها بي 5، حط بيست ولا دبل كليك قلنا لتروح على البوانتيي، بيجي على الزيرو. ليش اعطاني زيرو هون؟ ما انا الفورمولا اللي اخذتها هون شو هي؟ رولي الفورمولا اللي هون شو هي؟ بي ا بلس بي 2. طيب بس جينا لهون ما عملناش كوبي، قلنا له حط لي اياها هون، شو الفورمولا الموجوده بهي السلول؟ طلعوا فوق شو انكتب؟ بي ا بلس بي 2.
ولا نحن على اساس نقلنا شو بي اب مش بدو، ولكن هون كنا موجودين على الكولون بي، هون عم نقول له حط لي اياها بالسلول الموجوده على الكولون شو دي. شو عمل الاكسل؟ غير محل الكولون بي، حط محله شو دي، مظبوط. دونك انا بدي انتبه شغلي، اذا عم بعمل كوبي لفورمول فيها كونستانت الكوبي بتضلها هي ذاتها، الفورمول هي ذاتها، بين اذا بعمل كوبي لفورمول وفيها سلول بس حطها بمحل ثاني اوتوماتيكمون الاكسل شو بيعمل؟ بغير الريفرنس للسلول حسب الكولون اللي انا الموجود عليه. يعني هون كان في عندي بي ان بلس بي 2، بس اجى عملت لها كوبي لهون على الكولون نيميرو 2، قام عمل رومبلاسمون للبي بار شو؟ بار دي. بس هاي انا بدي انتبه له، اذا هالموديفيكاسيون اللي عمل لي اياهم الاكسل هودي اللي انا بدي اياهم، شو بيكون؟ قدم لي خدمه ولا لا؟ هم بدي اياها انا هيك، معناتها بستفيد منها. اذا هذه الفورمول مش هي اللي بدي اياها انا، شو لازم اعمل؟ انا بهالحاله لازم اعود ارجع انا وقف الكيرسر وقول له لا انا بدي البي ان بلس بي 2، ولا بغير الفورمول ساعتها ترجع فورمول اللي انا بدي اياها. بس اذا هو عم بيعمل كوبي وغير من البي للدي، اذا هالتغيير فعليا بيناسبني انا بغيره، اذا ما بيناسبني دونك بهالحال بدي انتبه انه انا شغلتي كاتيليزاتور لازم اعمل فيريفيكاسيون للفورمول، مش انه اعمل كوبي للفورمول ويلا ضلي ماشي ومش عارف حالي شو عم بيصير معي. ماشي؟ دونك على طول نحن الفالير اللي عم يطلع قدامي بالسلول للاكسل بدي اعمل له فيريفيكاسيون، هل هيدي النتيجه ناتجه عن فورمول والفورمول صح ولا في غلط بالفورمول؟ اوكي؟ دونك كيف بدي اغير بسلول عرفنا؟ يا من خلال فورمولا بار او بعمل دبل كليك جوات السلول وبقدر اغير الشيء المكتوب جوات السلول. طيب كيف زيد هلا شيء؟ تعرفنا كيف نعمل البلوس ولا؟ طيب كيف بدنا نعمل مثلا سوبريسيون لشيء؟ ولا رح نرجع لهون. دونك انا بدي اعمل هلا وحده اعطاني شيء اسمها شيء 2، طيب كيف بدي اغير لها اسمها ديجا؟ بيجي بعمل رايت كليك عليها زر اليمين للسوري بيطلع منيو الى علاقه بشو؟ بهو الشيت اللي تحت، في اعمل انسيرت لشيت، في اعمل ديليت، في اعمل رينيم، في اعمل موف او كوبي، في اعمل عده اشياء، في غير لها بالكولور للورقه تبعي ولا خليها تصير بلون ثاني، رايت كليك في اعمل لها شو؟ رينيم. بس اجي اعمل رينيم تعطيني الكيرسر جواتها هون، بمحي الشيت وبكتب مثلا في اي نمرو 1. اوكي هسه وبعمل كليك جوات اي سلول. طيب هيدي الفي نمرو 1 بدي اعود اعمل لها سوبريسيون، كيف بدي اعمل لها سوبريسيون؟ ديليت ولا راحت الفي نمرو 1. دونك كيف بدي اغير اسم الورقه؟ سي تري سامبل. كيف بدي اعمل انسيرسيون؟ من خلال هاي البلوس او بجي على جوات هون على رايت كليك وبعمل ساعتها اقول له انسر ري، بيعمل لي انسرسيون ورك شيت بهالشكل هذا. صار في عندي هلا شيت نمرو 3 وشيت نمرو 4، بدي اغير بالاسم شو بعمل؟ اول طريقه رايت كليك، ثاني طريقه بعمل دبل كليك مباشره وبتقف الكرسر جوا ساعتها بمحي الفالير وبحط هلا الشيء اللي انا بدي اياها، حطيت مثلا اف 4 ولا بمجرد ما اعمل انتر اخذتها. بدي اعمل لها سوبريسيون لهيدي، في اعمل لها سوبريسيون خلال ديليت. بدي اعمل سوبريسيون للشيت 3 رايت كليك واعمل لها شو؟ ديليت ولا. دونك بدي انتقل من ورقه لورقه من شيت، بكفي اكبس على الاسم تبع الورقه تحت وعبروح من ورقه لورقه، وهون بصير بيشتغل جوات السلول للاكسل. ماشي؟ كيف نحن هلا بدنا نعمل نومي انريستر ان كلاسر؟ عم بيقول لي هلا اعمل لي هلا اكزومبلير من الفيشيه اللي عم بشتغل فيها انا، راح اخذ الاسم من هون
راح على روح على الفيشيه اسمه ليت تي بي اتيديون، بروح على الفلوب اللي هون بس اعمل كليك عليه، قاعدين اقول له اعمل لي اون ريستريمون تحت نفس الاسم وبنفس المكان. بينما اذا بدي اغير الاسم او المكان لازم اروح على المنيو فايل وبختار سيف اس لحتى اعمل كوبي، بختار انا بالفولدر اللي عم بشتغل فيه انا هلا هون كيرنت فولدر، وبعدين هون بدي اغير الاسم، بدل ما اقول له خلي لي هالاسم راح احط الاسم الجديد تبعي مون بريمير كلاسر، وراح نحط هلا بالشعبي اف 2 ولا باي مكان بهذا المكان، وبقول له ساعتها سيف ولا صار اسمه شو الفيشيه اللي عم بشتغل فيها انا هلا طلعه مون بريمير كلاسر. اوكي طب انا هلا عم بشتغل على هاي الفيشيه، بس الفيشيه الاساسيه لي تي بي تي اليوم بعدها هي ذاتها. دونك انا بدي منكم على طول بس ابعث لكم فيشيه، على طول اعملوا كوبي من الفيشيه الاساسيه واشتغلوا على الكوبي. في حال صار عندكم اي مشكله بيكون الدومين انيشال اللي بعثت لكم اياه هون بعده موجودين. نفس الشيء بالنسبه للتي بي ان دو تروا، بدل ما اخليها تي بي ان دو تروا شو بعمل ساعتها انا؟ بيجي بعمل سيف اس وبقول له اعمل لي نسخه منها، حط لي اياها بنفس المحل ولكن غير لي الاسم. مثلا هون في يقول له هلا يقول له كوبي للاف 2 ولا بنفس المحل، نعمل سيف. هيك بكون اكيد انا صرت عم بشتغل هلا على هاي الفيشيه الكوبي للاف 2، وبالاكسل عشان بشتغل على مون بريمير كلاسر اف 2. الفيشيه انيشال اذا برجع لهون على الاكسبلورر للويندوز بلاحظ انه التي بي ان دو تروا 21 بعده موجود عندي هون، وصار في عندي فيشيه فوق اسمها تي بي ان دو تروا كوبي للاف 2، والتي تي بي اتيديون 2001 موجود، وفي عندي الكوبي شو سميتها انا مون بريمير كلاسر اف 2 موجود تحت مباشره اللي عملتها هلا من شوي. اوكي دونك الفيشيات بيضلوا عندي انا بس بكون عم بشتغل على شو هلا انا بشتغل على كوبي ولا. طيب كيف بدي هلا سكر وافتح الكلاسر مثل ما عملنا بالوورد؟ نفس الشيء في اعمل هلا فايل كلوز من هون، او مباشره في اعمل دغري مباشره من اكس اللي هون ولا بعد في شيء ما عاد في شيء على سيف. يا بعمل كليك لاعمل اوفرتير من هون او برجع على الاكسبلورر اللي عندي انا هون وبتطلع مون بريمير كلاسر، دبل كليك عليها بيفتح لي الاكسل وبيفتح لي هالفيشيه مباشره. ولاحظوا هلا السيجل تبعها هي ورقه وعليها اكس، بينما الوورد ورقه وعليها دبل في. دونك هودي لازم يصير نعرفهم انه هاي الرمز تبع الاكسل وهي الرمز تبع شو؟ تبع الوورد. الرمز تبع الوورد هي هاي السيجل تبعها الورقه وعليها الدبل في بالازرق، بينما الاكسل في شيء اكسل شو هي؟ ورقه وعليها اكس بالاخضر. اوكي الاكستنسيون شفناهم هلا شو الفرق بيناتهم. دونك هلا فتحنا الفيشيه هي ذاتها اللي هون. طيب اذا جينا نحن هلا عملنا لها فايل وكلوز شو بيصير عندي؟ بنقول له اوكي اعمل سيف. ولا سكرني الفيشيه اللي انا عم بشتغل تحت الاكسل، ولكن الاكسل ظل موجود عندي. بينما وقت كبست على الاكس اللي هون شو صار عندي؟ سكر الاكسل وسكر شو؟ وسكر الفايل. طيب لحتى اعود افتحها انا للفيشيه بيجي على المنيو فايل وبقول له اوبن، بس بقول له اوبن بيعطيني ريسنت ورك بوكس، شو هني اخر شيء استخدمتهم فايلات على الاكسل. بلاقي اول وحده هي شو؟ مون بريمير كلاسر، وفي عندي لي تي بي اتيديون 21. راح اعمل كليك على اول وحده، راح ارجع لهون على وقول له اعمل لي اوفرتير ل لي تي بي اتيديون ولا. اذا بيجي هلا على الايكون اللي موجود عندي تحت هون لاحظوا صار في عندي مون بريمير اس كلاسر وفي عندي لي تي بي اتيديون، يعني صرت فيه انتقل من الاتيديون لتبي اتيديون على مون بريمير كلاسر بكبس الزر من تحت من خلال
البوتون اللي تابع لمين؟ للاكسل. يعني معناته هل في يفتح بس كلاسر واحد على الاكسل ولا في يفتح اكثر من كلاسر؟ مثل الوورد نفس الشيء، كنا فينا نفتح اكثر من فيشيه على الوورد. دونك على الاكسل في يفتح اكثر من كلاسر بنفس الوقت، ماشي؟ اذا في كلاسر بدي شيء انا في اعمل كليك عليه هون وقول له كليك محي لي او شيل لي اياه واعمل سيف. دونك فيرميتور اوفرتور سيف سيف اس عرفناه هون. بالنسبة للكويك اكسس تول بار شفناها موجودة هون، ان كانت بالوورد ولا بالاكسل نفس البرنسيب. في انا افتح الفلاش لهون واختار الكوموند اللي بدي اشوفهم انا والاكثر شيء بستخدمهم او شيلهم. بعدين اجوتي سوبريمي دي سيلول دي ليني دي كولوم، سي تري سامبل. قلنا على الاكسل ايش اهون منها؟ بيجي لهون انا عندي كاتب مثلا هون راح مثلا اي رقم اي بلد، وهون راح اكتب مثلا دتروا 4. ولاحظوا شو بيصير عندي هلا اذا بعمل سيليكسيون لليني 23 كلها سوا، في اعمل رايت كليك عليها وقول له ديليت. محالية لليني كلها سوا ولا لا؟ في اعمل كمان نفس الشيء بالنسبه لهي، اعمل سيليكسيون هاي واعمل ديليت من هون. ديليت شيت رو، محيلي هذا السطر ولا محاليه. اذا بدي هالكولون الا بعمل له سيليكسيون رايت كليك من هون بعمل ديليت هون، او بعمل شو؟ ديليت من هون نفس الشيء. طيب اذا في عندي دوني جواته بدي محيهم بقول له شو؟ كلير كونتنتس يا ديليت، ديليت بشيله كله سوا. بينما كلير كونتنت شو بتعمل؟ بتمحي لي الكونتينيو تبعه اذا حاطط انا في دومين موجودة عندي. اوكي؟ ولا وفي اعمل اللي بدي اياه بالنسبة للسلول ولليني، اعمل انسر وسبريسيون واللي بدي اياه. كيف اعمل الينيمون؟ راح اشوف هلا انه اكتب انا جوات سلول بالشكل اللي بدي اياه. اذا جيت انا هون مثلا كريه ان كلاسر، اذا جيت انا هلا بدي صغر اللارجر، صغرت اللارجر شوي لحد هون، نكبرها شوي حتى تاخذ لحد السلم اللي هون، راح كبر الهوتير شوي هلا. لاحظوا شو صار هلا، كبرت الهوتير ولا وين صارت مكتوبه الكتابه هلا هون؟ مش مكتوبة بكعب السلول؟ طيب إذا بدي أخليها انكتب فوق، لاحظوا هون بالألينيمون، في عندكم اثنين ألينيمون صار، في فيرتيكال في أوريزونتال. هاي اللي هون إذا كبسنا على النص كتبت لي على النص، إذا هاي على اليمين، ولكن هاي بكعب السلول. إذا بعمل ألينيمون اللي فوق لاحظوا هاي بتعطيني إياه بالنص، هاي فوق. لو أنا هلا في أعمل الكتابي مطرح ما بدي، اوكي؟ اوكي، بالسلول مطرح ما بدي في اكتب انا وحط الالينيمون اللي انا بدي اياها، ماشي الحال؟ في عندي اوريزونتال وفي عندي فيرتيكال. مقاودي شفناه هون موجودين كمان بالوورد، بس هلا صاروا اسهل علينا بالاكسل. بدي غير اتجاه الكتابه، في اعمل الاتجاه اللي بدي اياه انا، بهالشكل مثلا. بدي غير الاتجاه بهالشكل، وفي اكتب الاتجاه اللي بدي اياه جوات الفورمول السلول اللي بدي اياها. اوكي، في بدنا نرجع مثل ما كانت، هات لنشوف فورما سيلز. فوالا، نيجي لهون، هون في اختار قديش انا بدي رجعها، في رجع على تكتب كتابي عادي ممكن تعمل تكتب بهالاتجاه. اوكي؟ يلا رجعناها هون. طيب طريقة ثانية شو هي؟ إن أنا كاتب هيدي بشكل محدد، في أعمل فورمال بينتر وإجي أعمل سيليكسيون لهي السلول بتعطيه نفس الفورمال اللي هون. دونك في عندنا الكوبي كاتب بيست العادي، وفي الفورمال بينتر اللي أنا كاتبها بشكل إنه أعمل كوبي للفورمال اللي حاططهم.
بدي اقول رجع الهوتير للسلي للليني كله سوا بشكل يصيروا كله مثل بعضهم ولا تقريبا حطهم مثل بعض. ماشي الحال هون؟ هنشوف شو في عنا. دونك في عنا شغل بعض الأحيان بدي أعمل سيليكسيون لبليزيور سيلول يكونوا حد بعضهم. دونك هذه لازم نتعلمها. مثلا بدي أعمل سيليكسيون لإجي لهون على الفري دشا أو في يونيتي ولا عندي هالتابلو بدي أعمل سيليكسيون لاثنين كولون هاو السيلول كلهم سوا. بكبس على أول سيلول بستخدم توش شيف وبروح بكبس على اخر سلول بيعلم لي اياهم هودي السلول كلهم سوا، هم نسميهم فلاش دي سلول ورا حد بعضهم. طيب بعض الاحيان بدي اعمل انا شو؟ بدي اعمل سيليكسيون لهيدي السلول وبدي اعمل سيليكسيون لسلول ثاني هي اللي هون، كيف بدي اعمل سيليكسيون لاثنين سلول؟ نروح على في رشا تي بي 2 تي بي 1 ولا رح ناخذ هاي. كيف بدي اعمل سيليكسيون لهذا الرقم؟ ولهي الرقم اللي هون هون مش حد بعضهم، كيف بدي اعمل لهم سيليكسيون؟ بمجرد ما اعمل كليك على سلول معناتها عملت لها سيليكسيون. بكبس على التوش كنترول هلا وبكبس على حي الله سلول، بلاحظ انه هاي السلول وهي السلول صاروا سيليكسيونين. بدي اعمل سيليكسيون لهو السلول بكبس على الكنترول وبعلمهم لهو السلول. دونك صرت معلم انا عامل سيليكسيون لثلاث اشياء ولكن منهمش ملزقين ببعضهم مش حد بعض. اوكي شو استخدمت لتعمل سيليكسيون؟ استخدمت التوش دو كنترول. بدي شيل السيليكسيون دغري بكبس بحي الله سلول بتشيل لي السيليكسيون. بكتار كثير مهمه انه اقدر انا اعمل سيليكسيون لسلول جايين ورا بعضهم من خلال التوش شيف، واذا كانوا مش جايين كونتيجو ورا بعضهم بستخدم التوش شو؟ الكنترول. اوكي بضل في عنا الريبون. كيف بدي اقدر انا هالريبون الموجود عندي هون ولا بس جيب البوينتر بيقول لي ريدوي لي ريبون، يا بعمل كنترول اف 1 او بكبس على هاي اللي هون ولا بعد مبين الريبون شي عندي مش مبين الريبون مثل الورد. بعد برجع على هذا البوتون ريبون ديسبلاي اوبشن وبختار هلا مونتري شو معناتها مونتري لي تابز اند كوموند، بيعطيني التابس هاو التاب يعني الجروب والكوماند اللي جواتهم موجودين. دونك هون كيف اقدر انا اخفي هيدي الريبون او انه خليها تبين قدامي على الشاشه. ماشي الحال لحد هسه؟ ماشي. شفنا هلا الانفيرونمون تبع الاكسل. شو الفرق بينه وبين الوورد لحد هسه اللي شفتوه؟ معي حدا بعد عم يتابع ولا لا؟ بدنا نشوف مين معنا هلا؟ دكتور. اوكي مبين في عالم عم يتابع معي. مين؟ 7 8 هان في 8 عم يحضروا اليوم، الباقية هيئتهم مش كثير انترستي او ما عندهمش وقت يحضروا. ما في الحال ما زال مخزنة أو مسجل المحاضرة فيهم يعدوا يشوفوها بالوقت اللي بدهم إياه. طيب قلتوا لي شو الشيء اللي لقيتوه هلا مميز أو شيء غير الوورد؟ شو الشغلة المهمة فيه للإكسل؟ بيعمل كالكول. بيعمل كالكول، هي شغلة كثير مهمة، يعمل كالكول من خلال الفورمول وبنكتب الفورمول بطريقة سهلة وبنستخدم فيها يا كونستانت يا بنستخدم فيها ريفرنس لحي الله سلول اللي بدي اياها. وفي اعمل كوبي واخذ الفالور من سلول لسلول ولا لا؟ ولا. طيب وفي عندي هلا الفيشيه، شو بنسميها الفيشيه على الاكسل؟ شو سميناها؟ كلاسور او وورك بوك.
يعني انا بس اجي افتح هلا هون قول له افتح لي نيو فايل جديده بيقول لي بدك تفتح بلانك ورك بوك، بينما وقت اللي كنت اشتغل على الوورد انا وقول له هلا افتح لي فايل جديده نيو، لاحظوا شو بيحط لي؟ بيحط لي بلان شو دوكيمون، مزبوط؟ يعني دوكيمون بلان. بس اعمل له افتح لي دوكيمون على الوورد، لاحظوا بسمي لي اياه شو هو؟ دوكيمون 1. لاحظتوا هون دوكيمون 1 هسه، بينما على الاكسل وقت بقول له افتح لي بلان ورك بوك فاضي فيد، بسمي لي اياه شو؟ بوك 1. هي كلاستر بوك او كلاستر، اوكي؟ وهذا كلاستر عباره عن ورقه وحده هلا، وفي يزيد عليها ورق قد ما بدي، مزبوط؟ صح؟ وكل ورقه عن ورقه شو بتختلف؟ بتختلف شو الكونتينيو تبعها. ولا في اكتب بحي الله محل اللي انا بدي اياه، وفي كبر وصغر واعمل اللارجر للكولون مثل ما بدي. دونك سيليكسيون لكولون في اعملها هاي، واعمل سيليكسيون لكل هودي الكولون، واجي على الفورما وقول له هلا حط لي مثلا لارجر. في انا اعمل شو اللارجر بد ما يكون 8.4، بقول له اعمل لي اياها مثلا 3. ولا دوك صغرته للكولون دفعه وحده ولا لا؟ دوك نفس الشيء في اعمل بالنسبه للليني، اول ليني بدي كبر له الفطير شوي حتى يكون مميز، والبقيه في اعملهم كلهم بنفس الفورما، بقول له هون تاع الفورما وبقول له هلا استخدمني لارجر، لارجر ايجال كان، بد ما اخذ كانز راح اخذ هلا قول له اعمل لي يدوز ولا بصغر الهوتير شوي. دونك تابلو جاهز عندي بالاكسل، وفي دوري مباشره افتح شو؟ ورك بوك بسميه بوك 1. هسه انا في دغري اعمل له شو؟ بعمل سيف او بعمل سيف اس، بس بما انه انا بعد مش اعطيه اسم انكبست سيف والله سيف اس، راح يفتح لي هاي البوات ويقول لي وين بدك تخزنه؟ عادة يا بعمله بالفولدر اللي انا واقف فيه، او لا بروح لوين؟ على الكمبيوتر وبقول له اعمل لي بروز لحتى اقول لك وين باي مكان بدي احطه. ولا بنقل الفناتر بدي احطه بالدوكيمون، لا بديش احطه بالدوكيمون، بدي احطه انا على الديسك دير دي تحت فولدر اسمه اليونيفرسيتي، باليونيفرسيتي بدي اروح على الكور اوفيس، بالكور اوفيس بدي احطه بالفولدر 2021، وبروح اللي حط لي اياه وين؟ على الاكسل، اوكي؟ وساعتها بعطي الاسم اللي بدي اياه هون، ماشي؟ بدي شيله بوك 1 وبقول له هلا سمي لي اياه بكلاسر نيميرو 1 جلا حتى ميزه احسن ما يكون في اسم ديجا موجود. صار اسمه هلا كلاستر 1 جلال اكس ال اس اكس. بدي اطلع منه لهذا في اما سكر هون، بس بتطلع كيف صار عندي في شيء انا اللي عندي هاي الكلاستر وهي الكلاستر، اذا كبست على الاكس هاي اللي هون راح يسكر لي الفايل الاولانيه ويضل الكلاستر الثاني اللي انا عم بشتغل عليه، ماشي؟ بالوورد دوكيمون 1 بعد عندي دوكيمون 1، يا بعمل له سيل يا بطلع منه اكس ولا طلع منه للاكس ما كتبتش فيه اي شغله. دونك الشيء اللي شفناه اليوم هلا عرفنا شوي على الانفيرونمون تبع الاكسل، عرفنا الاكسل هو تابلور بيعمل لي تابلو جاهز، وانا هالكلاسر في يزيد عليه قد ما بدي فايدي كالكول او شيتس، في اعمل لها رينيم، في اعمل لها ديليت، في اعمل لها كوبي، كل هول في اعملهم على الوراق الموجودين تحت هون الفي كي كونستيتيو سكون افيل لو كلاسر اللي باسمه ببين فوق على البارت دو تيتر فوق. ولا بعدين كيف نقدر نعمل افيشاج وماسكاج ماسكي لو ريبون تعلمنا، كيف نقدر نكتب بحي الله السيلول اللي بدي اياها،
كيف نغير الكونتوني لا سيلول؟ يا من خلال فورمولا بار او من خلال دبل كليك دون لا سيلول، توقف الكيرسور هونيك بيشتغل. كيف اعمل سيليكسيون لمجموعه سيلول ورا بعضهم من خلال الشيفت؟ اذا كانوا بعاد عن بعضهم بستخدم التوشو كنترول. الفورمولا بار اساسيه كيف اذا مش مبينه اقدر احصل عليها من خلال المنيو فيو. دونك هودي قصه المفروض انه انتم تشتغلوا عليهم ونقدر نكتب اي فورمولا اللي بدنا اياها. ولا دونك شغله اساسيه تعلمناها اليوم بالنسبه لكتابه الفورمولا. اذا انا عم بكتب فورمولا هلا بحي الله محل هون لازم تبلش بايجال، بس حط ايجال اي كبسه حي الله سلول هلا بكبس عليها مثلا هون حط لي ريفرنس تبعها. دونك بدنا ننتبه انه بعض مرات بالغلط الواحد بيكون كاتب ايجال يكبس حي الله سلول تطلع هاي اسم السلول اللي هون، اذا مش بحاجه الى شو لازم يعمل؟ لازم يمحيها. ولا هاي لحتى عم بقول له روح اجي على السلول بيديس ولا وعمل انت. دونك شو صارت؟ ليش الفالير طلع هو ذاته هي اللي هون؟ شو الفرق؟ ليش طلع هذا الفالير هو ذاته هي الفالير اللي هون؟ بعدكم معي؟ مش الهيئة. الو ويدو عم تتابعوا معي ولا لا؟ بلا متابعين. طيب السؤال اللي عم نسأله انه ليه هالسلول اللي هون عطتني نفس الفالير اللي هون؟ شو مكتوب فيها هاي السلول لحتى عطتني هالرقم؟ وين بتطلع؟ مش بتطلع على الفورمولا بار فوق؟ يعني انا اذا كذا بس كبست على السيسون بيبين انه في سيسون هي كاترسون، بينما المين اللي هون بس كبست عليها هي ناتجه عن ايجال سيسون بيس كاترسون. طيب هون في فورمولا عطتني هاي الفورمولا هي اللي عطتني هي الفالير. طيب هون ليش عطتني نفس الفالير هيدي؟ شو كاتب انا هون؟ بيديس ايجال بيديس، يعني عم بقول له حط لي بهيدي السلول اسمها بيكنز حط لي الفالير اللي موجود بالسليل اسمه بيديس. موجود هذا الفالير حطه هون ولا لا؟ يعني انا صرت في استخدم بسليل ثاني فالير موجود بهيدي السليل حي الله السليل اللي بدي اياها بدون ما اعمل لها كوبي والايجال هاي السليل اللي هون. اوكي ماشي يلا ماشي الحال. هاي تكون تعبتوا اليوم برمضان مش عم تتابعوا مضبوط معي هيكم. حدا عنده سؤال حول الاشياء اللي اخذناها اليوم؟ اوكي طيب بدي منكم تعملوا داونلود لحول الفيشيه اللي عندكم خاصه لي تي بي اتيديون وتي بي اند تروا اكسل او الاساسيات. هلا بدنا نشتغل عليهم خلال الاسابيع الجايه. ومثل ما قلت لكم هلا بس تفتحوا الفيشيه اللي تي بي اتيديون وتي بي اند تروا بتعملوا لها سيرف جارد باسم ثاني لحتى يضل عندكم هاي الفيشيه انيسيال موجوده وبكون الاكيد بتحتفظوا بالارقام الاساسيه. ماشي الحال؟ يا دكتور حدا عنده شي سؤال؟ الحصة الثانية خلاص الحصة الأولى لازم ماشي تسعة وشوي الحصة الثانية 9:45 بعد 3 دقايق. في حدا عنده شي سؤال قلتوا لي ولا لا؟ يلا رح نوقف التسجيل لهي المحاضرة ونكتفي بأول محاضرة بهالشكل هذا.